بالتزامن مع سيطرة قوات النظام السوري على مساحات واسعة في ريفي حلب وإدلب، واستمرار النظام التركي بإرسال المزيد من التعزيزات العسكرية الجديدة للمنطقة، اتهم مصدر دبلوماسي عسكري روسي أنقرة بدعم هيئة تحرير الشام الإرهابية بالأسلحة والمعدات. المصدر أفاد بأن النظام التركي يحشد بنشاط عناصر وأسلحة ومعدات عسكرية في المحافظة السورية، ويسلم جزءاً كبيراً منها لعناصر هيئة تحرير الشام الإرهابية. وكشف المصدر قيام النظام التركي بإدخال أكثر من 70 دبابة ونحو 200 مدرع و80 مدفعاً إلى أدلب، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من المعدات يجري تسليمها لعناصر التنظيم الإرهابية. ووفقاً للمصدر، فأن النظام التركي قام بدعم العناصر الإرهابية في إدلب بأسلحة أمريكية الصنع مضادة للطائرات، تزامن ذلك مع إسقاط مروحيتين لقوات النظام السوري في المنطقة مؤخراً. على صعيد متصل، أفادت وكالة بلومبرغ بأن وفد النظام التركي يتوجه إلى روسيا الاثنين المقبل لبحث أحدث المستجدات في المنطقة، وذلك بعد مقتل أكثر من 12 عنصرا من الاحتلال التركي في هجومين منفصلين لقوات النظام السوري. وكان النظام التركي قد أقام 12 نقطة مراقبة في محافظة إدلب بعد اتفاق سوتشي الذي أبرمته أنقرة وموسكو عام 2018، إلا أن 4 نقاط منها تقع حاليا في مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري.